فيما يتعلق بالكتلة النقدية لا، لدينا كارثة حقيقية في العراق لا أحد يريد أن يواجهها. وهنا سأعتمد على أرقام البنك المركزي. يعني في العام 2019 البنك المركزي قال بالنص أن حجم الكتلة النقدية الموجودة في الدولة هي 50 تريليون دينار عراقي. في آخر تصريح للبنك المركزي في أكتوبر 2022 قال أن حجم الكتلة النقدية 84 تريليون دينار عراقي. كيف تضاعفت دكتور يا تضاعف حجم الكتلة النقدية خلال ثلاث سنوات بهذا الحجم؟ أنا سويت بها حلقتين مع اقتصاديين الأمر الآخر تأكيدا لكلامك سويت بها حلقتين أني بالتأكيد نعم أعرف بالتأكيد. يعني أيضا الدكتور عدنان يعتمد على مصداقية البنك المركزي، لا مصداقية للبنك المركزي العراقي، ومراجعة تقارير البنك المركزي العراقي تكشف أنه ليس لديه أي مصداقية. وتعامل البنك الفدرالي الأمريكي مع البنك المركزي العراقي أثبت أنه بنك ليس لديه أي مصداقية، لهذا لا يمكن الوثوق بالأرقام التي يقدمها البنك المركزي العراقي، لأنه هذا البنك قام بطبع دنانير من دون أي غطاء بالأعوام 2020-2021 لمواجهة أزمة العجز في الموازنة. هذه حقيقة لا يريد أن يعترف بها البنك المركزي ولا تريد أن تعترف بها الحكومة. لهذا سأدع هذا الموضوع جانبا. بالنسبة للنظام لا، أنا أعتقد الولايات المتحدة لديها يعني آلياتها للتعامل مع موضوع غسيل الأموال. يعني بما أن العراق يضع أمواله في البنوك الأمريكية، بالتالي هذه الأموال تخضع لرقابة الفدرالي الأمريكي، ولا يستطيع العراق أن يخرج هذه الأموال من البنوك الأمريكية لأنه قد يعرضها إلى يعني قضايا ومحاكم وربما قضية تعويضات. لهذا يعني الولايات المتحدة توفر الحماية لهذه الأموال. إذن لدينا إشكالية أنه البنوك العراقية والبنك المركزي العراقي لا يلتزمان بالقواعد المتعلقة بغسيل الأموال أو المتعلقة بالتحويلات. ما يعني البنك الفدرالي الأمريكي كان يغض الطرف طوال السنوات الماضية لأسباب سياسية واضحة. واضح أن هناك قرار بأنه هذا يعني هذا لأقل إغماض العين يجب أن يقف. وبالتالي قدمت الولايات المتحدة نعم. مجموعة مبادئ ملزمة للبنك المركزي العراقي. هنا خلينا اعترض عليك دكتور يحيى. العراقية خلينا اشكل اعتراضي بالوقائع التي حصلت. كما قالها البعض انه العقوبات الاخيرة او الاستبعاد الاخير والازمة التي حصلت بالدولار بعد القرار الامريكي، بعد فشل امريكا بالمفاوضات ما يسمى الخط او الطريق الثالث مع ايران، لجأت الى العراق لمعاقبة ايران من جديد بعد ان فشلت مفاوضاتها مع الايرانيين. شو تقول انت؟ لا يعني بالتأكيد بالنهاية نحن نتحدث عن ملف سياسي بالدرجة الاولى واقتصادي بالدرجة الثانية. ليش احنا حايط نصيص عند الامريكان؟ بالتأكيد حايد الصيص يعني بالتأكيد يعني تمام. لا نقاش في هذا يعني تمام. ما أريد أن أقول أنه بما أنه الأموال العراقية في البنوك الأمريكية إذا تخضع لتعليمات وقواعد الفدرالي الأمريكي، العراق لا يلتزم بذلك، البنك المركزي العراقي لا يلتزم بذلك، البنوك العراقية لا تلتزم بذلك. لهذا ضغطت الولايات المتحدة في سياق سياسي محدد للضغط على المركز العراقي وعلى البنوك العراقية للالتزام بهذه القواعد. أنا أقول لك إذا ما التزمت 90% من البنوك العراقية بهذه القواعد راح تعزل، لأنها كما قال دكتور عدنان هي ليست بنوك حقيقية، هي دكاكين، ودكاكين محمية من فاعلين سياسيين ومن فاعلين غير سياسيين، لأن بعض البنوك يعني يحميها قضاة. لا أريد أن أدخل في هذا المجال. يعني ليس السياسيون فقط من لديهم بنوك، القضاة أيضا لديهم بنوك، ولديهم اقتصاديون ولديهم رجال أعمال يعملون تحت أمرتهم. هذا موضوع آخر. ما أريد أن أقول أنه العراق الدولة ملزم بهذه القواعد حماية للمال العراقي. بالنهاية نحن نتحدث عن حماية المال العام
من غسيل الأموال ومن التهريب، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة العراقية أو الدولة العراقية بالكامل، وليس فقط الحكومة العراقية، والبنك المركزي أكثر حرصا من الفيدرال الأمريكي على منع التهريب ومنع غسيل الأموال. بما أنه الدولة العراقية والمركز العراقي فشلا في ذلك، تدخل الفيدرال الأمريكي. طيب دكتور يحيى، أنا أشكرك.